حقق فريقا العصا لقياس الخطوات العسكرية بوزارة الداخلية المركزين الأول والثاني في البطولة العالمية السنوية لعصا قياس الخطوات العسكرية التي نظمتها أكاديمية سانت هيرس البريطانية بمشاركة 20 فريقا من داخل وخارج المملكة المتحدة. كما حصل العريف سيد أبو الحسن شيرازي على أفضل قائد فريق في البطولة، بينما حصل نائب عريف جمشيد عبد الرشيد على أفضل لاعب فردي في مهارة العصا بالبطولة. وبهذا يكون فريقي وزارة الداخلية حصد جميع الجوائز للبطولة لهذا العام، حيث حظي الفريقان بإشادة آمر الأكاديمية سانت هيرس البريطانية لما شهده الفريقان من مستوى متقدم وأداء مبهر. وبهذه المناسبة أشاد اللواء فواز الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة بدعم ورعاية الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية الذي كان له الفضل في تحقيق هذا الإنجاز الدولي، منوها في الوقت ذاته بالمتابعة الحثيثة من قبل سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام. كما أعرب آمر الأكاديمية الملكية للشرطة عن تهانيه لجميع أعضاء الفريق مثمنا مشاركتهم بكامل الجاهزية والاستعداد، ومشيدا بما أبدوه من عزيمة وإرادة صلبة للحفاظ على المركز الأول والتربع على عرش البطولة للمرة 11 على التوالي، وذلك بفضل ما قدموه من أداء متميز والتزامهم بمعايير الانضباط والعمل الجاد، مشيرا بأن الأكاديمية ومن منطلق دورها العلمي والتدريبي أولت اهتماما خاصا لعملية تدريب الفريق منذ بداية مشاركته في هذه البطولة عام 2009، تضمنت تزويد أعضاء الفريق بكل الإمكانيات المؤهلة للحصول على مراكز رفيعة في البطولة الدولية.